الاخوان ديالك كريم ليك لهنا عطيتي المدينه ولو ولا فتح واحد رمزيه بسم الله الرحمن الرحيم. موغني هو في حقيقة لاعب كان فاش حنا فجا النادي القطري كنا حنا في الاواخر ديالنا كان لاعب واعد صراحه، كان عنده امكانيات اللي هي هائله اللي كانت تخول له انه يكون لاعب المستقبل ديال النادي القطري. للاسف انه وقع له شي اعطاب وهذا هو اللي ما خلاش يكمل واحد المسيره اللي هي متوفقه في هذا المجال. هذا الاحتفال هذا السياق اللي كيتقام كل سنه احتفاء بقدماء اللاعبين، كيفاش ممكن نوضعوا في سياق الاحتفاء بالقدماء؟ واش باقي ممكن غادي تشوفوا قدام اخرين؟ واش مازال شي وحدين اللي محتاجين لمثل هذا الاحتفال؟ هو في الحقيقه كنتمناو انه يتستمر على هذه الوتيره هذه ديال الاحتفالات باللاعبين القدماء، لانها اولا هي تنظن بانها معنويه اكثر للاعب، لانه الاعتراف ثقافة الاعتراف بالانجاز اللي ممكن يقدمه اي لاعب. وكنظن بان هذه خص هذه المبادره هذه خص النادي القنيطري اللي دازوا فيه اللاعبين انه هو اللي يكون كي عنده هذه المبادره هذه ويشرف اللاعبين بهذه التكريمات اللي كيديروهم الناس اللي هما بالغيره ديالهم على هاد اللاعبين، وبغينا نقول رجعوا لهم الجميل اللي سداو لهاد المدينه هذه. فرصه باش هاد البادرة تشكر الإخوان اللي قاموا بهاد البادرة، وهادي فرصة باش صلة الرحم ونتلاقاو مع مجموعة من الوجوه اللي مارست الكرة في النادي القنيطري ولا النهضة القنيطرية، وتنتمناو هاد الفرص هادو باش يتكرروا إن شاء الله وتكون هاد البادرة دائما. وتشكر الإخوان اللي نظموها قدماء لاعبي القنيطرة لأنه الاسم ديالنا المباراة، وكنشكرو تقدموا بالشكر كذلك الجميع اللي ساهموا. غنقول لهم بصراحه نقول لهم بصراحه لانه كينتمعوا الى يونس الزرو خوار عوده سولي منير نحاس علالات وعبد الربيع. سيبو جمعه سيبو جمعه لو بلون لو بلون بلا يقولوا بيض واش مع البيض واش مع البيض لو بلون لو نوار المره الجايه اللي تجي واش مع بالخريف مزيان تاع الله خاطر عندك شي باش يصفر راه كاين اللي جا على البكران كتبوا هذيك هو البارح مشينا عند السي العداني اول كان من الحراس الكبار ديال الشيء اللي عطاه الفرصه انه يمشي لسانتيتيان وكذلك حرس المرمى ديال سانتيتيان وانتقل من بعدها الى بلجيكا. الان هو مؤطر من المؤطرين المميزين بالمغرب. تحيه لسي بن عشر. سي بوجي معاه في كوب دي مون ديال 70 مع الكاك مع النادي القنيطري سليم البلاغ الجمعه مع فرانس بان هنايا مع التولي وهنايا اول كابيتان ديال الكيب ديال الكيب ناسيونال كادير. حاولنا نجمعوا كاع التصاور عنده بزاف ولكن درنا حنايا لخصنا مجمع بن خريف عميد المنتخب الوطني المغربي والنادي القنيطري مسيره طويله مع المنتخب الوطني المغربي